شط القعدان الحقايق وسالم بن علي الحبسي معلقا لشوطنا الرئيس الخاص بالحقايق القعدان. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هكذا تواصل يستمر هنا في عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة بانطلاقة ثاني أشواط هذه الأمسية. الشوط الرئيسي الخاص بالجعدان 4 كيلومترات هي المسافة المقررة. مباشرة أخذ المركز الأول وسير إلى شاهين مبارك وسلطان بن كلثم الخيالي من يأتي إلى المقدمة والصدارة والمركز الأول، بينما مشغل اللي في المركز الثاني منصور بن محمد بن نعيف العامري يأتي على ثاني المراكز. انتقل مباشرة إلى الضيف العزيز القادم من السلطنة اللي وصل في هذه اللحظات سراب راكان بن محمد بن سعيد العمري، وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم القوي هو العملاق، بينما اللي تدخل من الجانب الآخر على المركز الرابع الوصول من أيضا هنا مشاهدين الأعزاء مملوح ياتي هنا للسهيل بن مبارك بن غانم الاكتبي تدخل في هذه اللحظات، وهنا ايضا شرط ابراهيم بن سالم بن علي ارعي تواجد ولكن تحديات من منبه وصل في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. محمد بن حليس بن حصيبان العويسي بدا يتدخل ولكن الاسم القادم الحزم للرياض بن عبد الله بن سالم الخلبان القحطاني وصل في هذه اللحظات. هذا هو شعار بن نصر مع معزم السالم محمد وصالح بن نصر العامري، والتحديات ايضا من ملهم محمد مطر بن محمد بن دحروي العامري ياتي ايضا بشعاره الجميل والرائع من قدم لنا حشره في هذه الامسيه الرائعه. الاعزاء متابعين الكرام هكذا النتيجه، هكذا الاسماء القويه. اعود الى الدرعي في المقدمه في المركز الاول يقدم هذا الاسم، اسم شرط على المركز الاول ابراهيم بن سالم بن علي الدرعي من يسير الى صداره الى مقدمه الشوط يبحث ايضا عن الفوز والانتصار، بينما اللي في المركز الثاني وصل ايضا في هذه اللحظات اللي هو شاهين مبارك وسلطان بن كلثم الخيالي بدا يتدخل بن خلبان وصل في هذه اللحظات يقدم الحزم رياض بن عبد الله بن سالم ال خلبان القحطاني المركز الثالث، بينما اللي في المركز الرابع التحديات من الاسم القادم منبه محمد بن حليس بن حصيبان العويسي وصل في هذه اللحظات، والدخول من شعار ايضا الشاعر وصل يقدم غازي محمد سعيد بن محمد بن خاتم الشامسي تدخل في هذه اللحظه غير الى ثاني المراكز، ولكن شعار بن عيف يقدم مشغل منصور بن محمد بن عيف العامري، وهنا سراب وصل سراب في هذه اللحظات ايضا كان بن محمد بن سعيد العمري تدخل شعار ود السهران بدا يسير ايضا هنا ليبحث عن الفوز والانتصار القادم من ولايه بديه للفوز والانتصار، ولكن اللي تدخل من الزاويه الاخرى بدا يتسلل من عمق الميدان مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. مجد 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 معضد بن سعيد بن عيلان المهيري، مرحبا بمجد، مرحبا بهذا الشعار ايضا واحد من الاسماء القويه والعملاقه بدا يتسلل. اعود الى مقدمه الشوط، شرط على المركز الاول، شرط على الصداره الاولى مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. يسير الى مقدمه الشوط، ينطلق الى المركز الاول، ياتي ابراهيم بن سالم بن علي الدرعي من يسير الى المقدمه، من يسير الى الصداره. ايضا هناك يتواجد ابراهيم بن سالم بن علي ايضا الدرعي ابن السبرنج بالفعل، ايضا يتواجد هنا المركز الاول، المركز الثاني الوصول من غازي بدا يغزو المقدمه، وصل اهالي العين سعيد بن محمد الخاتم الشامسي، ولكن الله الله يا مجد من الزاويه اليمنى بدا يتدخل هنا، بدا يسير مجد ايضا لمعضد بن سعيد بن عيلان المهيري، والوصول ايضا من الاسم القادم شعار بن دحروي، شعار بن دحروي تدخل هنا
مع ملهم محمد المطر بن دحروي العامري وبن نصر من عمق الميدان يتسلل هنا يتسلل من عمق الميدان لياتي وينتزع بساط المركز الثاني. وصل مع معزم سالم بن محمد وصالح بن نصر العامري أحلوة المنافسة الأمتار المجنونة الأمتار السريعة جولة الأوامر النهائية. الله الله يا هذا العرض الجميل التحدي المثير، ولكن شرط على الصدارة، شرط على المركز الأول. أبناء السلطنة ما زالوا أيضا محافظين على مقدمة الشوط، ولكن بالنصرة 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 قادم بالنصرة قادم أيضا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام ليقدم أيضا معزم سالم بن محمد وصالح بالنصرة العامري، ولكن هنا شرط إبراهيم بن سالم بن علي الدرعي على المركز الأول. سلام يا عويفي سلام سلام يا نهيدة سلام على هذا الأداء. جود ايفنينج جود ايفنينج يا سبرينج الرجل الذي يحب التحدث باللغة الإنجليزية. بينما المركز الثاني وصل معزم سالم بن محمد وصالح بن نصر العامري المركز الثالث، وصل هناك ملهم محمد بن مطر بن محمد الدحروي العامري المركز الرابع، كان دخول رائع وجميل غازي سعيد بن محمد وخاتم الشامسي المركز الخامس. هنا أيضا تحديات مجد معضد بن سعيد بن عيلان المهيري. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. Good evening يا سبرينج، 6 دقائق ثانية واحدة وثمانية أجزاء من الثانية، شرط إبراهيم بن سالم بن علي الدرعي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 6 دقائق ثانيتين جزائيني من الثانية. هناك معزم سالم بن محمد الصالح بن نصر العامري، تهانينا والناموس شكرا يا مبارك بن نصر العامري. المركز الثالث 6 دقائق 4 ثواني ثمانية أجزاء من الثانية، كان هناك ملهم مطر بن محمد بن دحروي العامري. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام عشاق